الآن معنا من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، اطلعنا الآن على أبرز التطورات الميدانية حيث أنت. نعم، تحياتي لك في البداية. ربما نسمع الآن صوت طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني وتحديدا في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. هذه المسيرات ربما تحلق في أجواء الجنوب منذ قرابة 10 دقائق. هذا يعني أن ربما استطلاعات إسرائيلية تجري بشكل كثيف جدا للمناطق الحدودية في الجنوب اللبناني، وذلك بعد قيام حزب الله بتنفيذ عملية قبل قليل باتجاه موقع الظهيرة وإصابة عدد من الجنود وفقا لبيانه. كانت هناك أيضا قبل قليل غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الظهيرة اللبنانية. لم يتم إعلان خسائر حتى الآن، ولكن هذه الغارة استهدفت منزلا. ربما ظن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا المنزل استخدم في تنفيذ العملية التي استهدفت موقع الظهيرة في الشمال الإسرائيلي أو الموقع العسكري الإسرائيلي. أصوات المسيرات ربما تحلق بكثافة في هذه الأثناء في سماء الجنوب اللبناني. ربما هذا الأمر يعد تطور لافت، لأن هذه المسيرات متواجدة في الجنوب اللبناني بشكل كثيف منذ صباح اليوم. تظهر أو يسمع صوتها أحيانا وثم تختفي ثم تظهر مرة أخرى، ولكن الصوت هذه المرة ربما مختلف عن المرات السابقة، فربما تكون هي مسيرات استطلاعية وربما يكون معها أيضا مسيرات هجومية تستعد لتنفيذ أي عمليات في الجنوب اللبناني في هذه الأثناء، وخصوصا بعد عودة المواجهات مرة أخرى بقيام حزب الله بإطلاق عشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه أحد المواقع العسكرية وأحد إحدى المستعمرات العسكرية الإسرائيلية في القطاع في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني. طيب أحمد، فيما يتعلق بهذه الزيارات المتلاحقة لعدد من المسؤولين الدوليين آخرهم وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين إلى لبنان ثم الذهاب بعد ذلك لإسرائيل، ما الذي تسفر عنه أو أسفرت عنه هذه الزيارات خاصة بالنظر لتعليقات وزير رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حتى الآن آخر المواقف؟ أحمد، هل يمكن أن تسفر عن تبريد الموقف في لبنان؟ نعم، ربما كانت هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة على مدار الساعات القليلة الماضية بما في ذلك يوم أمس، وخصوصا تزامنا مع زيارة وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل محاولة احتواء التوتر والتصعيد القائم على الجبهة الجنوبية اللبنانية واحتماليات أيضا محاولة مواجهة احتمالات التصعيد غير المسبوق على الجبهة الجنوبية اللبنانية خلال الفترة المقبلة. المعلومات أكدت أن الضغوط الدولية ربما كان الهدف منها هو الضغط على حزب الله من أجل ما يسمى لبنانيا بابتلاع الضربة الإسرائيلية للعاصمة اللبنانية بيروت، أي عدم توجيه أي رد فعل أو توجيه رد فعل يسمى صوري أو في إطار قواعد الاشتباك وفي إطار العمليات التي ينفذها الحزب من قبل، وذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى تطبيق القرار 1701. ولكن كافة الضغوط الدولية لم تقدم أي ضمانات بوقف في العدوان الإسرائيلي على السيادة اللبنانية وعلى الجنوب اللبناني، كما أن حزب الله تمسك بحق الرد على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت واستهداف الضاحية الجنوبية التي تعد العاصمة الخاصة بحزب الله ومعقل رئيس الحزب الله، وأيضا استهداف المدنيين في هذه العملية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، فهي كانت عملية مركبة. تمسك حزب الله بحق الرد على هذه العملية في التوقيت وفي الزمان، وبالتالي الجهود الدبلوماسية ربما لم تسفر عن أي تقدم في هذا الأمر، وربما الإجابة التي وجدها وزير الخارجية والدفاع البريطانيين في العاصمة اللبنانية بيروت أن الدولة اللبنانية أيضا ضد أي انتهاك للسيادة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية تتمسك بحق الرد فيما يتعلق بأي عدوان يمس سيادتها، وأن هناك لابد أن تكون هناك جهود مكثفة مبذولة من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، لأن إسرائيل هي من بادرت بالعدوان على الضاحية الجنوبية وهي من بادرت بالعدوان وتوسيع دائرة العدوان من الجنوب اللبناني إلى مناطق أخرى مثل بعلبك والبقاع، وأن هذه العمليات تستهدف مدنيين بشكل أساسي وليس مسلحين ومواقع لحزب الله سواء في الجنوب أو في أي مناطق أخرى.
طيب أحمد، أخيرا فيما يتعلق بالنظر للناحية الزمنية فيما يتعلق بردود حزب الله في مواقف سابقة أو في أحداث سابقة، متى ربما يلجأ حزب الله للرد من الناحية الزمنية بعد مدة زمنية، كيف نقيمها بالنظر لسلوكه سابقا؟ وهل في هذه الأثناء هو ينتظر ربما رد منسق مع إيران، أم كيف تسير الأمور داخل الحزب؟ نعم، هناك عدة شواهد تقول أن الرد ربما يتأخر لبعض الوقت، ربما لن يتأخر لأسابيع ولكن ربما يتأخر لبضعة أيام، لأن حزب الله الآن يتلقى التعازي في وفاة القيادي رفيع المستوى في صفوفه فؤاد شكر، وهو أيضا منشغل بتنظيم بعض الأمور بالجبهة الداخلية، وخصوصا أن فؤاد شكر كان مسؤول بشكل مباشر عن العمليات التي تجري من الجنوب اللبناني. أيضا ربما ينتظر تنسيق معين، لأن في من الكلام الخاص بالأمين العام لحزب الله بالأمس أنه ستكون هناك عمليات ربما متزامنة وربما متتالية وربما منسقة أيضا، سواء من الجنوب اللبناني أو من تجاه إيران أو من أي جبهات سماها بجبهات الإسناد للمقاومة منذ لو التي فتحت منذ بعد أو في أعقاب عملية طوفان الأقصى، هي فتحت من الجبهة الجنوبية اللبنانية هنا في 8 من شهر أكتوبر الماضي. فبالتالي كافة السيناريوهات مفتوحة وكافة الخيارات أيضا مفتوحة، لا أحد يعلم حتى الآن على وجه التحديد متى سيكون هذا الرد، ولكن لأنه أكيد أنه لن يكون خلال الساعات القليلة. نعم، أسأل عن مسألة الزمن، لأنه في هذه الحالة التي نحن بصددها الآن أي رد سيأتي من حزب الله ربما يكون منزوع المفاجأة، لا سيما إلا من الوقت فقط أحمد. لكن لفتني حديثك عن فؤاد شكر، هل بعد وفاته يتأثر الحزب داخليا ويحتاج لإعادة ترتيب أوراقه من الناحية العسكرية لربما الذهاب لرد مدروس وحقيقي كما قال نصر الله بالأمس في الرد على إسرائيل؟ نعم، ربما الأمر يحتاج إلى بعض الوقت من أجل هذه الترتيبات وهذه التنسيقات، وخصوصا أن الرد من الجنوب اللبناني وفقا أيضا لتصريحات حزب الله أنه لن يكون ردا عاديا ولن يكون مثلما حدث أو في عملية مثلما حدثت العمليات من الجنوب اللبناني من وقت سابق. هناك أطراف وأيضا مسؤولين في حزب الله رفعوا سقف التوقعات إلى إمكانية أن يكون هناك عملية تجاه العاصمة أو عاصمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب في معادلة العاصمة مقابل العاصمة، ولكن حتى الآن ربما العمل يجري على تحديد الأهداف التي يمكن أن يستهدفها حزب الله في إسرائيل، أيضا تحديد الدفاعات والاستنفار في الجانب الإسرائيلي من أجل بحث كيفية التصرف مع هذه الدفاعات. يعني على سبيل المثال في العملية التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني بالأمس، هي كانت تستهدف مستعمرة هي بعيدة نسبيا عن الحدود الجنوبية اللبنانية في الصف الثاني للمستعمرات، هي بين هذه المستعمرة متسوفا والحدود اللبنانية الجنوبية هناك مستعمرة شلومي. فبالتالي حينما تم استهداف هذه المستعمرة تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا من أجل أن تتصدى القبة الحديدية لعدد من الصواريخ وتواصل هذه الصواريخ مسارها نحو الهدف الأساسي هو مستعمرة متسوفا. فبالتالي هذه الأمور ربما تحتاج إلى بعض الوقت للترتيب والدراسة، ربما الرد سيتأخر قليلا ولكنه لن يطول وفقا لتصريحات الأمين العام للحزب وفقا لتصريحات حزب الله، لأن هذه العملية لن تكون كسابقتها على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب.